هنتكلم تحديدا عن سارة سمير، هي بطلة رفع الأثقال اللي معانا دلوقتي أو صورتها قدام حضراتكم. يعني نجحت في كتابة التاريخ، وأنا مش بجامل، هي فعلا نجحت في كتابة تاريخ جديد بعد تحقيق هنا كام يا كريم بقى 3 ذهبيات ما شاء الله وثلاث أرقام قياسية ما شاء جديدة الله. في رفعات مختلفة. وعايز أقول لحضراتكم ده اللي كان خلال منافسات بطولة إفريقيا عشان تصبح أول لاعبة مصرية وإفريقية بتحتم الرقم القياسي في 3 أوزان مختلفة. يعني كسرت الرقم في ميزان 71 و76 كيلو و81، وأول لاعبة مصرية وإفريقية وعربية بتحقق جميع الألقاب العربية والإفريقية والدولية والأولمبية. ما شاء يعني الله حاجة بجد ما شاء فعلا الله. يتقال عليها ما شاء الله. سارة كمان تستعد بقوة عشان تخوض منافسات بطولة العالم يعني بكولومبيا في شهر ديسمبر المقبل، ضمن طبعا برضو المحطات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. حضراتكم أكيد عارفين الفترة دي كلها كده محطات مؤهلة عشان الأولمبياد أو البارالمبياد اللي هو الحدث الأكبر يعني. طيب فبرضو ده أعتقد من الأخبار الجميلة جدا، طبعا طبعا وبرضو طبعا السلسلة أو استكمالا لسلسلة نجاح المرأة المصرية في الرياضة، يعني اللي هي برضو يا كريم ما كناش بنسمع عنها بقوة في السنوات الماضية. أنت دلوقتي بجد بقى اللي بيجيب لك ميداليات ذهبية، معلش بقى ما حدش يزعل مني، هم السيدات أو النساء أو الفتيات المصريات، صح ولا أنا غلطانة؟ حد يقدر ينكر؟ كلمني بلغة حد الأرقام، يقدر دي ينكر؟ حقيقة والله، لا في ده احنا كل فتفوق يوم غير مسبوق يعني. برنامجنا لوحده كل يوم والتاني بيكون معانا اما استضافه او لقاء على التليفون مع احدى البطلات المصريات في بالظبط رياضات مختلفه سواء اولمبيه او بارالمبيه، واكيد دي حاجه تسعدنا وتشرفنا. طبعا.